منورني يا حبيب قلبي، منور يا فتح البيت. اتفضل يا روحي. تسلم ايدك يا ماما. تسلم. بقول لك ايه يا فتحي، النهارده بقى تقعد وتتعشى معايا. تتعشى مع مين؟ سيبيه يروح يتعشى مع مراته. طب اسمع يا حبيبي، انت في مره كده تجيبها وتيجي ونقعد نتلم سوا ونتفرج على التلفزيون. ما بترضاش يا ماما، ما هي على طول عازمه ابوها وامها عندنا في البيت، ولو مش عازماهم تقوم جايبه واحده صاحبتها ومعاها جوزها. وماله يا ابني، زي بعضه وبراحتها. المهم يا حاج، عايزين نتكلم في الشغل شويه. ماشي، عايز تتكلم في ايه بقى؟ عايز اسافر اجيب بضاعه، عايز اعوض اللي سرقوه. الله، هو مفيش بضاعه في المخازن التاني؟ ولاد الهرم نقوا المخزن المليان وشطبوه. طيب وماله؟ شوف عايز تسافر امتى. هو انت مش هتسافر معايا؟ اسافر معاك اعمل ايه؟ البركه فيك بقى، اديك عرفت السكه، وبعدين الراجل بيحبك. ربنا يا ابني يحبب فيك خلقه ويستر طريقك باذن الله. خلاص، اتكل انت المره دي وسافر لوحدك. حاضر يا حاج، ولو اني خايف الهبابه اللي عندي في البيت تشبط وتقول لي اسافر معاك. اهي السفريه دي جت في وقتها، ما تتصورش انا مخنوقه قد ايه، ونفسي يا فتحي اسافر في اي حته. ليه؟ انت فاكره نفسك هتسافري معايا ولا ايه؟ طب وما تسافرش ليه؟ ايه اللي ما تسافريش ليه؟ انا رايح اشتغل مش رايح اتفسح. طب ومال؟ اشتغل انت وانا اتفسح واعمل شوبينج. شوبينج ايه؟ انا بقول لك رايح اجيب خشب، وبعدين انا هسافر على مركب شحن وارجع على مركب شحن. اخس عليك يا فتحي، ده انا بقالي 3 اشهر ما اتفسحتش. 3 اشهر؟ ما انت كل يوم خارجه وداخله، في ايه؟ هو انت بتحسب الخروج اللي هنا ده فسح؟ هو انت يعني لازم تسافري بره عشان تقولي انك خرجتي؟ اهي فرصه وجت قدامي. طب اسمعي كلامي، السفريه دي مش هتبقى حلوه، انا مش هبقى فاضي، ولا هفطر معاكي، ولا هتغدى معاكي، ولا هتعشى معاكي، لازمتها ايه بقى؟ لكن عشان خاطرك يعني الشهر اللي جاي انا هاخدك ونروح باريس بالمره، يعني نجيب هدمتين كده ولا حاجه. ده وعد؟ عيب عليكي، انا عمري وعدتك بحاجه وعملتها؟ انت فاكره انا اخاف منك ولا ايه؟ يا باي على كلامك، هو انت ما بتعرفش تتعامل مع الستات ازاي؟ علشان كده بقى اللي اتجوزتها قبلي ما طاقتش تقعد معاك. انا سبق وقلت لك قبل كده ما تجيبيش سيرتها، وهرجع اقولها لك تاني، طول ما انت عايشه معايا في البيت ده اوعي تجيبي سيرتها تاني. انت سامعه ولا مش سامعه؟